العادة يعني ايش بعمل اشياء بتحتاج تسمع الموسيقى؟ العادة بنحضر معرض واغلب الناس اللي بيحضروا معرض وهم نفسهم اي لوحة ممكن يتفرجوا عليها كثير فن فعلي وشو بيحصلوا على شيء اسمه مثلا اللوحة النهائية بس بتروح عليهم مثلا الانجاز اللي بنحسها احنا اغلبنا كطلاب فنون. هل جلبت العسر مثلي؟
يحجب الأسرار يحجب الأسرار. Thank you.
نحن عن طريق الموسيقى فينا نعبر عن الألوان.
ومن على غريب الانواع فيها عبرة الموسيقى وبنتعلي هذول الشغلتين رح يعبروا عن بعض بشغله كتير حلوه رح نشوفها. هلا رح نشوف كيف رح يورجونا شعور الغضب بالموسيقى والانواع. اوكي؟ بس لازم نكون كتير ساكتين ومنتبهين لنطلع شو عم يعملوا. اوكي؟ كمان بنفس الهدوء